سي حسن، مجلس مدينة الدار البيضاء عقد دورة استثنائية يوم 22 أوت من أجل مراجعة أربعة تصاميم في الدار البيضاء بالمسيك سيدي عثمان مولاي رشيد وسباتة. بالنسبة لكم ثم في بالمسيك كاين هذيك الساحة اللي كان فيها الكارير بالمسيك، أش فكرتوا ولا أش الاقتراح اللي غيدار في هذيك الساحة هذه؟ المهم بالنسبة لذاك الأرض ديال ما يسمى بأرض درع وكاشة اللي فيها تقريبا 23 هكتار، الوكالة تقترح تكون فيها تكون يدخل فيها القطار الخاص من أجل السكن في 350 متر يشري مثلا والناس يبنيو فيها، وفيها مسجد وفيها حدائق، وغتكون ربما واحد البقعه خاويه غادي يخليوها راه اشارات الجامعه، يمكن دار فيها مستوصف، يمكن دار فيها شي حاجه اخرى. غير بعض المطالب تاع السكان كانوا تيقولوا زعما كاين هذيك المنطقه كانت يا ريت تكون تخصص المنتزه، تما كاين منتزه طبيعي في هذيك المنطقه. تتعرف دابا الوراثه شحال اللي تتسنى، والدوله دارت واحد المجهود جبار باش تخوي هذوك الناس باش يستافدوا الناس من المسائل ديال هي ديال السكن ديالهم. وما الارض راه تيتسناو تيقول لك حنا الارض ديالنا كانت غير مستغله بدون مقابل، حنا الان رجعت لنا الارض ديالنا خصنا نبيعوها. بالنسبه لباقي التعديلات في بمسيك، شنو اهم التعديلات او اللي غتكون في التصميم تاعتي؟ التعديلات اولا بالنسبه لذاك ما يسمى بالسوق الحولي او دار او ارض ديال الفتحاوي اللي فيها فتحاوي ومستغفر مجموعه ديال الوراثه، والجامعه اللي اشترت تقريبا اشترت اكثر من 80 ولا 90% فيها. وهي تقريبا كان اقتراح ديال باش دار فيها مشروع ماشي سكني ولكن مشروع اللي عنده علاقه بالصناعه، مثلا البيروت ديال الشركات اللي غادي تسمى. هذا هو المقترح اللي كان، وكانت تصور البلون وجد، ولكن كنا وحنا عندنا مشكل ديال التمويل. والان جات الوكاله الحضريه تقول لك ودي يمكن يكون سكن اقتصادي، حنا تنقول لهم ودي حنا ما يمكنش يكون سكن اقتصادي، ما الا غادي نقتلوا المنطقه وغادي نقتلوا كل شيء. وهذا ولا كان ذاك المشروع اللي كان غيدار راه فيه واحد المجموعه، فيه واحد الساحه عموميه كبيره اللي غادي يكون فيها مهرجانات، ويكون فيها واحد مساحه عموميه، ويكون فيها الالعاب ديال الدراري، ونفس الوقت فيها حدائق. هذا هو اللي كاين. بالنسبه كان انا السؤال تنطرحه كمنتخب بالنسبه لابن مسيك، كاين عندنا مشكل ديال الشارع ديال برشيد الجامع عين الشوق وغيدخل لافريقيا لابن مسيك. هذاك المشكل كان طرح في 98، وكنا غادي نمول ذاك الشركه ديال سوكوب غادي نخلصوها، ولكن حنا كبلديه ما عندناش فلوس ديك الساعه. تحولنا جينا المدينه داس في الدوره العاديه في شهر 5/2005، وتصوت على الاجماع، ولكن المقر دابا كاين الان، ولكن الدار البيضاء الجامعه ما نفذتش القرار، سكتت عليه وتنسمعوا بان هو ربما الوكاله الحضريه غتحيد ذاك الشارع، وذاك الشارع هذا هو المنفذ، هو الوحيد اللي سكنت افريقيا باغي هذاك المتنفس ديالهم، لان عندهم مشكل ما عندناش فين نتنفسوا. عندنا مشكل اخر ديال دار البراد اللي هو اللي جا اونجل ديال محمد السادس مع الوحده الافريقيه، هذاك الطرح غادي يبقى حديقه، وحنا ما عندناش مشكل. يمكن الوالد يقول غادي يطعنوا، ولكن البلان دابا ثاني مره دابا تيتحط، غتبقى فيه حديقه، وهذا هو اللي كاين. بعض المنتخبين يعني انتقدوا مجلس مدينه الدار البيضاء على اطراد تخصيص هاد اوت للدوره الاستثنائيه، تيقولوا بان الناس في عطله والناس دابا خارجه في عطله، وهذا كان من الاحسن انه يتم تاجيل ديالها الى سبتمبر ولا اكتوبر، لان الموضوع مهم باش يشارك فيه الجميع. اولا حقيقه عندك الحق، هذا ماشي وقت الدورات، الناس مسافره، الناس ما كايناش، لا موظفين، كل شيء. حنا خلقنا مشكل حتى الموظفين اللي عندهم مساكن كاين اللي دخل من البلاصه هذو باش يجي يحضر معنا، هذا مشكل مطرح. ولكن الوكاله الحضريه ضغطات، يمكن هي تعطلات، يمكن ما عرفاتش، يمكن ما كانش تنسيق بين الوكاله الحضريه، لان انا اعتبر ان الوكاله الحضريه دوله وسط الدوله مع امداد الدوي. دابا اذا تفرض عليك شغاله وما تقدرش تفرض عليها مسائل ديالك، وعلى الاقل هذا نداء للوكاله الحضريه والجماعه الدار البيضاء، ما يمكنش دار شي حاجه في الدار البيضاء الا بالتنسيق مع المنتخبين هما اللي تيمثلوا الساكنين ديال الدار البيضاء.